متابعيني الغاليين، أعزائي المتابعين، الله يسعد أوقاتكم. إذا شفتوني الصبح يسعد صباحكم بكل خير ومحبة، وإذا شفتوني المساء الله يسعد أوقاتكم. بتمنى هيك تكونوا بصحة وسعادة يا رب. اليوم رح نحكي بنبتة لطيفة حلوة، بتتحمل أجواءنا، بتتحمل تعيش داخلية وجوا البيت وبرا البيت، بالبلكون، بقرنة ظليلة. نبتة حلوة كتير وبتقاوم، يعني ما بتموت بسرعة. هي بتتحمل ظروف الجو عنا، البرد أو الشوب. النبتة اسمها أراليا، هي الحقيقة من الموطن الأصلي إلها اليابان. النبتة هي جميلة جدا، حتى بعتقد بالإنجليزية بيقولوا عنها مظلة. النبتة هي اللي عم نحكي عنها نبتة جميلة، تعطي خضرة تقريبا دائمة. أنا حضرت الحقيقة لأنه عندي النبتة عالية وكبيرة اللي برا بالبلكون، فأنا حضرت الفسخة هي وكم قطعة مشان أرجيكم إياها كيف رح نزرعها وكيف تتكاثر. شوفوا ورقها كيف كذا قطعة بيكون، تعطي خضرة دائمة، ما بدها شغل، ما بدها خدمة، متابعتها كتير سهلة، وبتضل صيف شتاء فيها الخضار واللون الحلو. هلأ هي بتفتح بشي كتير بسيط، بعد ما يكون عمرها مثلا 3-4 سنين بتفتح شغلات كتير صغيرة لون أصفر. تفتيح لا يذكر الحقيقة، هي الغاية منها الخضار اللي بتعطيه وجمالية الورق، خصوصا لما بتغسل الورق بتعطيكي لمعة كتير كتير حلوة، ورقها جميل جدا. رح نبدأ نزرع وإن شاء الله تعجبكم اليوم نبتتنا وزرعتنا. رح ناخذ الشكلة هاي. هي مثل ما قلت لكم انا قصيتها من برا عندي. هذه هي برعم، هذا البرعم الصغير هو اللي رح يصير فيه نوع من الازهار، زهرات صغيره لون صفرة. هلا نحن بدنا نزرع من جديد، فبدنا نشيل تقريبا كميه كبيره من الورق على اساس التغذيه توصل لفوق مزبوط. بسم الله. هيك حطيناها بالبيتشموس مثل ما حكينا، بنخلي تقريبا شي 10 سنتي مطمور بالبيتشموس، وبنحاول نطلع الهواء اللي بين طبقات التربة. هلا نبتتنا هيك تقريبا صارت تقريبا جهزت للزرع، يعني انزرعت. هلا هي بتحتاج انه نعطيها شوية مي، وبتحتاج نحط لها سماد تقريبا كل شهر مرة. طبعا السماد اللي بيكون حبيبات هيك صغيرة، مندوب مثلا قدر ملعقة شاي، خلينا نقول كوب مي، ومنحط لها شي ما يعادل فنجان مي، ومنحط طبعا للنباتات التانية الصغيرة هيك نفس الكمية. بتمنى انه تجربوها لانها كتير بتعطي شكل جميل وبتعطي طاقة للمكان، وبتضل صيف شتاء
عندكم البلكونه اول غرفه فيها نبات اخضر جميل، بتطول بيوصل تقريبا طولها لما يقارب تقريبا مترين مترين ونص، وبتطلع فروع من جنبها، فهي كتير حلوه يعني بتصير كانها شجيره كتير حلوه ومورقه، ورقها بيلمع، وان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. بتمنى نال اعجابكم دائما، وبتمنى حبايبي يكون الفيديو فيه فايده لكم وعجبكم، وبتمنى تشاركوني بارائكم، وما تنسوا تعملوا لي لايك وشير، وان شاء الله بشوفكم دائما بسعاده وراحه بال. حبايبي نبتتنا لليوم صارت جاهزه، بتمنى انه تعجبكم وتجربوها، نبته كثير جميله ما بدها خدمه ما بدها تعب، ممكن تضل عندكم سنين على فكره مش حوليه يعني، سنين وسنين بتضل وبتفسخوا منها بابسط طرق مثل ما ارجيتكم.